مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من هيئة أمهر الإعلامية إليكم نشرة الأخبار، كونوا معنا. اجتمع رئيس الوزراء الإف بي الدكتور أبي أحمد مع مجلس إدارة مدينة أديس أبابا لمراجعة سنة الميزانية 2021 و2022 وأداء الأنشطة الربع السنوية 2022 و2023 وفقا لمكتب رئيس الوزراء الإف بي، ومتابعة للتوجيهات التي تم وضعها في وقت سابق من هذا العام والتي دعا فيها رئيس الوزراء مجلس إدارة مدينة أديس أبابا لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا وتحديد اتجاه قابل للتنفيذ خطة الإدارة المائية يوم القادم، حيث اجتمع رئيس الوزراء مرة أخرى مع مجلس الإدارة يوم أمس الثلاث لمراجعة وتقييم الميزانية السنة السابقة للمدينة والأداء ربع السنوية الجاري ميزانية عام 2022 و2023. كما عهد رئيس الوزراء إلى مجلس الإدارة في العاصمة وقدم له التركيز التوجيهي على توسيع مساعي التنمية الجيدة في جميع أنحاء المدينة وفقا لمكتب رئيس الوزراء. استقبل الرئيس الأوغندي فخامة الرئيسة يوريو كاغوتا السفيرة التي انتهت فترة عملها كسفيرة إثيوبية لدى أوغندا السفيرة ألمس هاي مسرت في القصر الجمهوري عنتيبي، وشكر الرئيس السفيرة المنتهية فترة خدمتها كسفيرة إثيوبية لدى أوغندا على تعزيز العلاقات الودية القائمة بالفعل بين البلدين الشقيقين، وكانت للسفيرة السابقة جهود كبيرة في توطيد العلاقات الثنائية بين أوغندا وإثيوبيا على مختلف الأصعدة لتحسين وتطوير العلاقات الثنائية. أعلنت إدارة الثقافة والسياحة في مدينة غوندر أنه تم إعداد وجهات سياحية جديدة لتمديد إقامة الزوار في مهرجان تمكت أو عيد القطاس القادم. في إفادة لوسائل الإعلام المحلية قال رئيس مكتب الإدارة الثقافية والسياحة بالمدينة تشالاتشو دانيو إن مهرجان التعميد الديني الذي يتم تمييزه سنويا يساعد في تحفيز قطاع السياحة وزيادة تدفق السياح من مختلف الاتجاهات، لذلك تقوم الإدارة بأنشطة مختلفة لضمان زيادة الإيرادات وضمان تقديم خدمة عالية الجودة في المدينة وبالتالي رفع التنمية الاقتصادية للمدينة. وذكر كذلك أن أكثر من 700 ألف سائح يزورون مدينة غوندر والمنطقة المحيطة بهذا العام، وستلعب زيارتها دورا مهما في زيادة تدفق السياح الذي كان راكدا بسبب جائحة كورونا 19 والصراع في إقليم الشمال، حيث تعمل المدينة على زيادة تدفق السياح إليها وتم تشكيل فريق عمل وتسعة لجان فرعية في المدينة من أجل إتمام التجهيزات في وقتها المحدد من أجل بدء الاحتفال بالمعمودية الذي يبدأ في مطلع يناير بداية العام الجديد 2023. كما ذكر الرئيس أن المدينة تعمل بجد في تطوير برامج السياح، وأضاف أن المدينة التي تتضمن مواقع جذب سياحي لا تقدر بالثمن مثل جزر غورغورا وبحيرة تانا ومنتزه سمين ماونتين الوطني في محاولة لتمديد إقامة السائحين وزيادة استمتاعهم، وأشار إلى أن المهرجان المطربين سيقام قبل أسبوع من عيد المعمودية للترويج لقيمة الثقافية القديمة للمطربين، من المقرر أيضا الاحتفال بأسبوع الثقافة الذي يساعد على التعريف بالثقافة والتقاليد والأعراف والاتجاهات في المجتمع مثل الزفاف وتسريحات الشعر لإظهار العادات والتقاليد الشعبية. قال السفير اليمني لدى إثيوبيا يحيى الأرياني أن السلام روح يزرع الأمل وأن الحكومة الإثيوبية مثال يتقدى بها عالميا لتمكنها من حل مشاكلها من دون أي تدخل. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي عدته إكرام أول. عيش ودع غيرك يعيش، تعريف المؤرخ البريطاني أرنولد تويرني للسلام. السلام هو التصالح والرحمة، فالجميع يطمح اليوم إلى السلام الذي يستجيب لآمالهم وأمنياتهم ويؤمن لهم حياة رغيدة دون خوف من القذائف بكل أنواعها أو الرصاص أو القنابل أو الأسلحة النووية، فهذه الأمور تخيف الكبار وتقضي على طفولة الأطفال وتهدم المنشآت والحضارات والإرث التاريخي للأوطان. كان جري شعوب العالم جميعا جريا مجهدا وراء الوصول للغاية العظيمة الذي يطمح لها الجميع والذي أسست لها ودعمتها الديانات السماوية جميعها على مر الزمان، فقد دعت كلها إلى المحبة والرحمة والتآخي والمودة وبناء المستقبل المشترك بين كافة الشعوب والأعراق. قال السفير اليمني لدى إثيوبيا يحيى الأرياني أن السلام روح يزرع الأمل وأن الحرب عكسها تسبب زحزحة التوازن الوطني، وأضاف أنه لا بد أن تعود وتولد اليمن السعيدة من جديد، وأن اليمنيون قادرون بأن يخرجوا بحل يجنب اليمن الشقيق الكثير من المآسي. الحرب مؤلمة ونتائجها مؤلمة، الحرب مؤلمة ونتائجها أكثر إيلاما، وأقول أنه في يوم من الأيام لابد أن تعود وتولد اليمن من جديد. صحيح نحن نعيش منعطف تاريخي يعني مؤلم، ولكن اليمنيون قادرون لو توفرت البيئة المناسبة أن يخرجوا بحل يجنب اليمن كثير من المآسي. نحن نعيش مأساة
عمرها الآن تجاوزت 8 سنوات. مأساة. قضت هذه الأزمة قضت على الأخضر واليابس، شيء مؤلم بالنسبة لنا كيمنيين. وقال أيضا أن الحكومة الإثيوبية مثال يقتدى بها عالميا لتمكنها من حل مشاكلها دون أي تدخل. أنا أتصور أن الحكمة الأثيوبية تغلبت وأصبحت مثال لحل النزاعات الداخلية على مستوى القارة الأفريقية. ويجب على الجميع أن يعترف أن لأثيوبيا الريادة والحكمة في التعامل مع القضايا الداخلية، تعمل على أن تحل يعني أثيوبيا، وهذه ميزة، ألا تسمح لم تسمح لأي طرف أن يتدخل في يعني فرض معطى سياسي أو معادلة سياسية أو مشكلة سياسية تخص البلد وتأتي حلول من خارج أسوار أثيوبيا، فهذا شيء يحسب للقيادة الأثيوبية. وأضاف أن الاتفاق الذي وقع بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وضح حكمة قيادة الحكومة الإثيوبية للعالم بأسره. لا وجود لدولة داخل دولة بالتأكيد. نبارك بهذا الاتفاق التاريخي الذي يخدم المصلحة، أولا المصلحة الوطنية والداخلية، وهذا شيء ممتاز. يعني التنازلات من أجل السلام يعني مفروغ منها، لا بد من التنازل. هذه الذهنية والحكمة في القيادة السياسية الأثيوبية هي التي أفرزت هذا المناخ وهيئت هذا البيئة لإحداث اتفاق تاريخي يجنب البلد الصراع، لأن الصراع هذا لا يأتي إلا بالكوارث. نائب رئيس جامعة هرمية البروفيسور منغستو أن الموقع الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية التي تتمتع بها إثيوبيا يجعل منها مصدرا مهما للتصدير المنتجات الزراعية. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي عداه أحمد منصور. الزراعة من أهم وأقدم الطرق للحصول على الاستهلاك اليومي من الغذاء، وذلك على مستوى العالم، حيث اعتمدت عليه الكثير من الشعوب لسد احتياجاتهم اليومية، بما في ذلك تربية أنواع عديدة من المراعي. ويتمركز الاقتصاد الأثيوبي على الزراعة، ومنذ أكثر من 70 سنة تحاول أثيوبيا تطوير إنتاجها الزراعي وإيصال منتجاتها إلى الشعب بشكل دائم، حيث تعمل على بناء مدارس ومعاهد للفلاحين. وعلى الرغم أن أثيوبيا لم تعلن عن مشاريعها الزراعية، ولكنها أثبتت جدارتها فعليا. قال نائب رئيس جامعة هرمايا البروفيسور منغستو أورغي أن أثيوبيا على المسار الصحيح في نموها الاقتصادي فيما يتعلق بالزراعة. في العامين الماضيين حصل تطور كبير في مجال الزراعة، وتمكن إثبات أن إثيوبيا تستطيع أن تكون من البلدان المتقدمة خلال فترة قصيرة إذا اعتمدت على تأمين غذائها بنفسها. علينا جميعا أن نعمل بجهد أكبر، وعلينا أن نعرف أنه لا مجال للمستحيلات. نستطيع من أن نكون من البلدان المتقدمة خلال فترة قصيرة إذا اعتمدنا على توفير مأكلنا بأنفسنا، ولكن هذا يتطلب تعاون الجميع، فعلينا أن نبذل جهودا أكبر وأن نتوحد لتحقيق هذا الحلم. بينما يتم تطوير برامج مماثلة على المدى القصير والطويل من أجل تعزيز النمو الزراعي، تظل هناك تحديات كبيرة وعقبات تواجه هذا المجال. علينا جميعا أن نعمل باستراتيجية وخطط عالية في مجال الزراعة، لكي نستطيع أن نقدم المنتجات إلى شعبنا، وأن نكون من الذين يأكلون مما يزرعون، ومن أجل أن نصبح من البلدان المصدرة ونصدر ما ننتجه داخليا إلى الخارج، يجب أن نعمل على تحسين سياسة اقتصادنا حتى تكون بالشكل المرغوب. وأضاف البروفيسور منغستو أن الحل الأفضل من أجل التنمية وتعزيز الأمن الغذائي هو عن طريق رفع وعي الشعب وإبعاد هذا المجال عن التأثرات السياسية. أنا أؤمن بأن قدرة الشعب عالية، وأنه قادر على المساهمة في مشاريع زراعية كبيرة يمكن لها أن تساهم في رفع اقتصاد الوطن كما ساهم من قبل في سد النهضة. وأنا متأكد أنه إذا توحد الشعب وبدأوا في دعم مجال الزراعة، سنتمكن من تطوير البلاد إلى حال أفضل، وسنكون من إحدى البلدان المتقدمة خلال فترة قصيرة. وقال أيضا إذا ركزنا على الزراعة وعملنا على تعزيزها، فإن الموقع الجغرافي لأسفل
الأثيبة والموارد الطبيعية قادرة على تأمين الأمن الغذائي للآخرين في المنطقة وليس الشعب الأثيبي فقط. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار لهذا اليوم، كانت معكم نزريت كندش، إلى اللقاء.